لما تقارن بين الوضع وسقف التوقعات والحالة قبل كأس العالم، وتبص على مشوار الأهلي في البطولة وتيجي تشوف خلصنا البطولة ازاي، تعرف قد ايه انه في 7 أيام الأهلي قادر على تحويل الدفة بنسبة او بدرجة 180 درجة. اللي حصل حقيقة في السعودية على مدار 3 ماتشات هي مشوار الأهلي للوقوف على منصة التتويج والحصول على الميدالية البرونزية الرابعة مش ابدا لا من فراغ ولا من محض الصدفة. ده بالتأكيد بيأكد على حاجات كتيرة جدا مش ممكن تشوفها إلا داخل النادي الأهلي. واحد من نجوم جيل بالمناسبة 2006، واللي حط الأهلي على أول طريق العالمية، واللي جابه أول ميدالية في تاريخ النادي الأهلي في منافسة بطولة العالم للأندية، كابتن عبد الله جلال هو ضيفي النهاردة في السادسة. أرحب بيه وأقول له ألف مبروك على الميدالية البرونزية الرابعة اللي أنتوا مهدتوا الطريق ليها وعودتوا جماهير النادي الأهلي على المشاركة وانتظار مشاركة الأهلي كل سنة في بطولة كأس العالم للأندية. يعني لي الشرف ان اكون موجود معاك كالعادة يا استاذ احمد، والف مبروك لجماهير النادي الأهلي، خاصة جماهير النادي الأهلي اللي دايما متعطشة لإنجازات النادي، وهي دايما بعد ربنا سبحانه وتعالى في انها سبب في انها دايما في ظهر الكيان الموجود النادي الأهلي، وهي الداعم الأساسي للعيبة والجهاز الفني ومجلس الإدارة، فببارك لهم على الميدالية البرونزية الرابعة. احنا كجيل ذهبي حطينا زي ما بيقولوا كده حجر الاساس، والبيت الاجيال يعني اللي ورانا كملت وان شاء الله. الجيل ده استثنائي برضه يا كابتن عبد الله، يعني الجيل اعتقد ده 4 مشاركات ورا بعض، 3 برونزيات ومربع ذهبي ومركز رابع. يعني هو حظه ونصيبه ان هو دايما ان البطولات او زي ما بيقولوا كده بايه، بس انتوا خدتوا الدلع كله، مضغوط، انتوا خدتوا الدلع كله. الجيل ده ما شافش دلع بصراحه، الجيل ده شقيان بقى له 4 مواسم، يعني ما فيش رحمه ولا هواده زي ما بيقولوا. المشكله بقى انا بقول لك، لسه بقول لك حظه غير حظنا، يعني احنا جت علينا وقت برضو زيهم كده، ما بناخدش برضو راحه. ليه؟ يعني احنا كنا بنرجع برضو من افريقيا نخش على كاس العالم للانديه، بيضغط لنا ماتشات بس ما كانتش بالمعدلات اللي موجوده دلوقتي. حتى ضغط البطولات دلوقتي بقى عندهم، ما عندهمش سبيل ان هم يحتفلوا ببطوله او انجاز، فيا دوبك بيفرح في الاتوبيس شويه زي الفيديوهات اللي احنا شفناها، بيطلع على المطار بيخش على بطوله تانية. فده حظه، وده زي ما بقال كده برضو شفت تصريح لقفشه، لاعبي النادي الاهلي دايما مميز، مميز عن كل الانديه اللي حواليه، حتى القارات اللي احنا بنلعب فيها الانديه الثانيه. مميز في ان هو عنده ضغط عصب بيعرف يتعامل معاه، مميز ان هو بيشارك في كم بطولات لازم يحارب وياخد منها اكبر قدر، مميز ان هو دايما رافع اسم النادي اللي بيلعب فيه في كل المحافل الدوليه واخرهم كاس العالم للانديه. الحمد لله ربنا كلل مجهود اللعيبه ومجهود الجهاز الفني ومجهود مجلس الاداره، على الاقل ان هو خرج بالبرونزيه.